استقبل مطار القاهرة الفوج الأخير من حجاج القرعة لهذا العام ليكتمل بذلك وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن. يأتي ذلك بعد أن أدى الحجاج مناسك الحج وفي ضوء التيسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم المناسك. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج في ضوء التيسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة أدائهم المناسك. فقد استقبل مطار القاهرة الفوج الأخير من حجاج القرعة لهذا العام. متعنا وانبسطنا وكانت حاجة فرحة جميلة وانبسطنا جامد. وعقبال كل سنة يا رب. كان في متابعة وناس محترمة وناس محترمين وكلها بعثة كويسة وكل سنة وانتم طيبين. رحلة جميلة 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 ويا رب اكتبها لكل مسلم واجعلنا سعداء بها واجعلها بعودة لنا ولكم يا رب. العسل والحج عسل وكل حاجة عسل. الحمد لله. وتمت بخير والحمد لله. أنا أحلى حاجة في الدنيا إن أنا رجعت أرض مصر. رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين. أحلى حجة وعبال كل مشتاق، والداخلية قامت بالواجب على أحسن اكتمال، فنادق وأكل وشرب وكله تمام التمام زي الفل. عملنا حجتنا والحمد لله، وكانت الفنادق والفندق قريبة جدا والله من المناسك، والإجراء كانت سهلة وكل حاجة كانت سهلة والحمد لله، وجايين مبسوطين وعلى العال. متشكرين لوزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجاج وهو ما أشاد به. كل حاجة تمام والإجراءات كلها تمام، وحتى الانتقالات برضو كانت كويسة، والخدمات بتاعة البعثة برضو متوفرة كويسة، وأعضاء البعثة برضو كانوا معانا في كل مكان، وكنا بنتنقل من مكان لمكان بكل راحة وكل هدوء. البعثة المصرية محترمة وكلنا كانوا ناس محترمين، ويا رب يا رب تنلوها وتشوفوها يا رب. كل التحية وكل الشكر للبعثة وزارة الداخلية اللي نظمت بعثة الحج هذا العام باقتدار. ضباط وأفراد بعثة حج القرعة كانوا يسهرون على راحة الحجاج وتلبية احتياجاتهم مع وجود ضباط في مطاري القدوم والمغادرة بالمدينة وجدة. الحمد لله رب العالمين، فنادق مميزة، فنادق قريبة جدا من الحرم. ما شاء الله قدموا لنا الخدمات المناسبة لنا، والفنادق كويسة ممتازة جدا. نشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي. فرحة كبيرة وسط الأهالي وهم يستقبلون الحجاج عقب خروجهم من الصلاة الموسمية بمطار القاهرة. تعلو وجوههم أنوار إيمانية وفرحة كبيرة بأدائهم فريضة الحج. من ساعة ما خرجنا من هنا ما شاء الله كان في تنظيم كويس جدا واستقبال للناس، وشفنا في حالة إنسانية كانت حلوة قوي بصراحة ما بين الناس اللي بينظموا ما بين أمهاتنا وأبهاتنا اللي طالعين حج. يعني احنا ممكن نكون صغيرين شوية أو مش محتاجين مساعدة، لا بنلاقي الناس هنا كلهم بيساعدوا. الحمد لله عدت على خير وبقينا كويسين ورجعنا بسلامة الله لأرض الوطن، والوزارة كانت قايمة بشغلها والله، الضباط والناس والفرقة اللي كانت معانا يعني كانوا قايمين بشغلهم جامد قوي، والحمد لله عدت وكويسين الحمد لله. الحمد لله إن احنا حجينا واتبسطنا ورحنا وزرنا، وعقبالكم وربنا يبارك لكم ويوفقكم. هكذا كانت الرحلة الإيمانية والروحانية لهؤلاء الحجاج ميسرة، كانوا فيها ضيوفا على الرحمن، عادوا وكلهم أمل أن تغفر ذنوبهم، عادوا وسط رضاء تام بكل الخدمات والتيسيرات التي قدمت لهم خلال فترة رحلتهم المقدسة.